وهل على أولادها زكاة فطر إن كانوا مسلمين؟ المفروض أن زكاة فطرهم على والدهم إن كان والدهم مسلما. هب أن هذه المرأة لها أولاد قبل إسلامها من زوج غير مسلم والأولاد أسلموا والأب غير مسلم، يبقى لابد أن يخرج عنهم زكاة الفطر، فيبقى يلزمها هي في هذه الحالة أو بالتفاهم مع زوجها حتى لا يضيع بين أب غير مسلم وبين أم مغاضبة لا تريد أن تدفع الزكاة، وكل يريد أن يحيل العبء أو التبع أو المسؤولية على الآخر.